مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. الفيديو ده هنتكلم على اعلان التي في سبوت اللي هو يعتبر لسه متسرب لفيلم دكتور سترينج 2، فمن غير كلام كتير يلا نبدا. بنشوف في الاعلان دوت دكتور سترينج وهو بيتنفس بسرعه، وتقريبا هو ممكن يكون كان بيحلم ولسه صاحي من الحلم، او شاف كابوس، او كان بيتخيل حاجه معينه. واللي جه في دماغي برضو ان ممكن تكون واندا هي لعبت فيه في اللحظه دي وودته المكان اللي احنا شفناه في الاعلان. بس كنت بقول لنفسي ايه اللي هيودي واندا المكان دوت عشان هي تتلاعب في دماغه. لكن لما بصيت على البوستر الرسمي لفيلم دكتور سترينج 2 لقيت ان فعلا واندا كان ليها ظل على الارض، فممكن برضو يكون ليها يد في اللي حصل، او ممكن يكون هو عمل اسقاط نجم لنفسه او حاجه يعني زي كده، واول ما هو صحي ثبت كل الورق اللي كان بيطير حواليه. وبنشوف ساعتها الكلام دوت بيبقى قاعد بيلمع، والحروف ساعتها برضو اللي قاعده بتطير فكرتني بالمشهد بتاع وات اف لما ساعتها كان قاعد بيحط رموز حمايه على نفسه، واللي سينستر سترينج برضو حطها للفريق لما هو كان موجود معاهم اللي هو جاردينز اوف ذا مالتي فيرس. بنشوف بعد كده مشهد لواندا وهي داخله بيت، وبنشوف ساعتها صور ليها من حفله تقريبا او عيد ميلاد، وده يا اما هيكون كابوس ليها مثلا او خيال مثلا هي عايشاه وهي صاحيه، او ممكن يكون في حد قاعد بيتلاعب بيها، او ممكن فعلا هي تكون راحت بيت في المالتي فيرس والبيت ده ممكن يكون بتاع نسخه فارينت منها، ولتكن مثلا ممكن تكون لورا اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده واللي هي المفروض اتاكدت ان هي موجوده في الفيلم، وتقريبا برضو ممكن تكون واحده من الاثنين دول. بنسمع بعد كده واندا وهي بتقول اصبح كل كابوس عالمنا، وشوفوا دي للمره الكام هي بتذكر الكلمه بتاعت نايت مير او كابوس. يعني انا عن نفسي بدات اشك ان هو الفيلم في الفيلم دوت ممكن يكون هو فعلا نايت مير، وكده انا فعلا ممكن اصدق التسريبات اللي اتقالت واصدق فعلا ان هو الفيلم ورا الكلام ده كله. ودلوقتي هنتكلم على التي في سبوت الثاني. We don't know who or what brought for it. Okay, I thought Warren Strange was bad enough. Marvel Studios' Doctor Strange. في الاعلان التاني بنشوف وانج بيقول ان انت فتحت الباب بين العوالم، واحنا مش عارفين مين ولا ايه اللي ممكن يعبر من خلال مالتي فيرس ويجي في العالم بتاعنا. وهنا الوهله برضو كنت هصدق نفس الكلام اللي انا كنت مصدقه في الاعلانات القديمه ان هو الكلام ده لدكتور سترينج، انما على حسب التي في سبوت القديم اللي احنا اتكلمنا عليه هنا برضو في القناه لاحظت ان هو المفروض هيكون على شمال وانج دكتور سترينج، وعلى يمينه او قدامه هي امريكا تشافيز، فالكلام ده المفروض هيبقى لامريكا تشافيز على اساس ان هي اللي سافرت من خلال مالتي فيرس، وده اكيد ادى ان هو في كائنات تظهر في العالم بتاع الام سي يو زي جيرجانتوس مثلا. بنشوف بعد كده دكتور سترينج وهو في نفق، وتقريبا ساعتها هيكون بيدور على المكان اللي فيه الكتاب بتاع الدارك هولد او الكتاب يعني اللي هما بيدوروا عليه، وساعتها هتكون معاه النسخه الفاريانت من دكتور كريستين بالمر وامريكا تشافيز. وبالمناسبه برضو مجله توتال فيلم هي تعتبر نزلت صوره حصريه من الفيلم برضو بتاع دكتور سترينج اللي هي نفس المكان اللي هما موجودين فيه، بس دي ممكن تكون بجوده احسن. بنشوف بعد كده مشهد لواندا وكاميرتاج وراها مليانه نار ودمار برضو، وبعديها بنلاقي مشهد تاني وهي وراها البوابه بتاعت التي في اي ووشها وجسمها كله مليان دم، والمشهد ده المفروض بعد ما هي قتلت الالترون في الاعلان اللي احنا شفناه قبل كده. وجمله وانج اللي هو بيقول فيها ان احنا ما نعرفش مين او ايه اللي ممكن يعبر خلالها متركبه على واندا، وده حاسسني ان هي فعلا ممكن تكون هي او لورا الفاريانت الفيلم بتاع الفيلم. بنشوف بعد كده وانج بيقول انا كنت اعتقد انه سترينج واحد بس كفايه، وده اكيد بعد ما دكتور سترينج واجه سينستر سترينج وجه حكى له ان هو في نسخه ثانيه منه. بنشوف بعد كده دكتور سترينج بيحرك الورق اللي اتكلمنا عليه قبل كده في الاعلان اللي فات، او ممكن دي تكون الرموز اللي هي الرموز بتاعه الحمايه اللي اتكلمنا برده عليها قبل كده، وممكن مثلا يكون بيحطها على امريكا تشافيز او ممكن دكتور كريستين بالمر لان هي اللي كانت موجوده معاه على حسب الاعلان اللي فات. للناس برضو اللي ما كانتش مصدقه انه سينستر سترينج هو اللي كان ماسك الحبل بتاع دكتور سترينج وهو اللي غير اللون بتاعه، المشهد دوت لسينستر سترينج وهو فعلا بيحاول الحبل بدل ما هو لونه اصفر بيخلي لونه بنفسجي، فكده اتاكد فعلا ان دي مش كليه زي ما الناس ما كانت بتقول، وانما ده هو سينستر سترينج وهو هياثر على دكتور سترينج بالقوه بتاعته عادي. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وبيس.